عاملين ايه يا تيوري؟ يلا بينا دلوقتي ناخدوا الاشكال الهندسيه بسيطه. يلا بينا نشوف بقى الشطار اللي هيقولوا معايا احسن هما اللي هياخدوا الجايزه. بسم الله. تنسوش تسمعوا الدرس ده لما تروحوا على قناه ايه؟ تيوري الجنه. بسم الله. يلا بينا. احنا عرفنا الاشكال الهندسيه بتبقى خطوط وبتبقى اشكال بسيطه، تمام، وبتبقى ايه اشكال ايه مركبه. يلا فاكرين الخط ده اسمه ايه؟ خط شعاع. شعاع شطار. امال ده اسمه ايه؟ مغلق. مغلق شطار. امال ده ايه؟ خط مفتوح. وده ايه؟ منحنى مفتوح. امال ده منحنى ايه؟ خط بس ايه منحنى. امال دي اسمها ايه؟ قطعه مستقيمه. شاطرين، فاكرين الدرس اللي فات. الاشكال البسيطه بقى معانا ناخد يلا اول شكل. بسم الله. ها ايه ده؟ قطعه مستقيمه. وادي شاطرين. ودي كمان ايه؟ قطعة مستقيمة. يبقى كده كام؟ ثلاثة. أمال كده كام؟ قطعة مستقيمة. كام قطعة مستقيمة دول؟ أربعة. أربعة. الشكل اسمه ايه؟ مستطيل. ما تنساش بقى المستطيل ده. ها أدي أدي كام خط؟ أدي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. يبقى كام قطعة مستقيمة؟ أربعة. أربعة. طب في كام زاوية؟ شايف الزاوية اللي في النص دي؟ أربعة. واحد، ثلاثة، أربعة. يبقى برضك ليه أربع خطوط وأربع زوايا. شاطرين خالص. تعالوا بقى ورؤوس. طب تعالوا بقى شوفوا، ادي كمان قطعة مستقيمة. خط اهو، لما قابل خط كمان اعمل ايه في النص؟ حادة. زاوية حادة. شاطرة. دي اسمها زاوية. اسمها ايه؟ زاوية. يبقى اللي في النص دي اسمها زاوية. اسمها ايه؟ زاوية. شفتوا الزاوية؟ شفتوا الحتة دي؟ دي اسمها ايه؟ زاوية. الزاوية دي نوعها ايه؟ حادة. حادة، عشان الضلعين قافلين على بعض. يعني ايه زاوية حادة؟ يعني أصغر من كام؟ 90. من 90. طيب ادي كمان ضلع وادي كمان ضلع واقفين عدل، فاعملوا ايه؟ زاوية. ايه يا عمر؟ قائمة. زاوية ايه؟ قائمة. يعني ايه زاوية قائمة؟ يعني تساوي كام؟ 90. 90، يعني تساوي ايه؟ 90. حلو قوي. طب دي بقى ادي ضلع وادي كمان ايه؟ ضلع. اعملوا لي في النص زاوية. زاوية ايه؟ زاوية منفرجة. يعني زاوية منفرجة يا أستاذ علي؟ يعني أكبر من كام؟ 90. من 90. طب تعالوا بقى كده. ها أدي كمان ضلع. شاطرة. وأدي كمان ضلع. اعملوا لي في النص زاوية مستقيمة. زاوية. شايفين الزاوية؟ سماها زاوية إيه؟ مستقيمة. اسمها زاوية إيه؟ مستقيمة. مستقيمة. يعني زاوية مستقيمة 90. 90 هي كام؟ 180 درجة. ممتازين يا دكتور. مثلث. ايه ده؟ مثلث. المثلث ده مثلث ليه كاسم مثلث. طيب مثلث ايه؟ حد ولا قائم؟ حد. حد. شاطرين. ليه كام ضلع؟ اطلعوا كام ضلع؟ ثلاثة. اثنين، ثلاثة. شاطرين. ادي الضلع اهو، واحد، اثنين، ثلاثة. يبقى كام ضلع؟ ثلاثة. طب كام زاوية بقى؟ فين الزاوية دي؟ ادي زاوية دي، واحد، ها؟ ثلاثة. كم زاوية؟ ثلاثة. يبقى عندي المثلث الحاد له ثلاث أضلاع وثلاث زوايا اللي هم ثلاث رؤوس. شاطر أوي. أمال المثلث ده إيه؟ قائم. مثلث قائم. مثلث إيه يا عمر؟ قائم. مثلث القائم ده قائم الزاوية. هو شايف الزاوية دي؟ أدي زاوية. ها؟ دي كم ضلع بقى؟ تعالوا نشوف. ها؟ الضلع أدي واحد، اثنين، ثلاثة. يبقى كم ضلع؟ ثلاثة. تعالوا بقى نشوف الزوايا اللي هي دي. ادي زاوية، ها، وادي، ها، الثانية والثالثة. يبقى كم زاوية؟ ثلاثة. تعالوا شوفوا بقى المثلث ده نوعه ايه؟ منفرجة. مين منفرج؟ المنفرج بقى ليه كم ضلع برضك؟ ثلاثة. ادي واحد، اثنين، ثلاثة. شاطرين. يبقى ليه كم ضلع؟ ثلاثة. طب ليه كم زاوية يا حلوين؟ ثلاثة. برضك ايه؟ ثلاثة. ليه كم زاوية؟ ثلاثة. واحد، اثنين، ثلاثة. برضك ثلاث زوايا. ادي الزاوية الثالثة. شفتوا الزاوية الأولى؟ الثانية، الثالثة. الله ينور عليكم. يبقى ليه كم زوايا حلوين؟ ثلاث زوايا. شاطرين. سقفة كبيرة لكم يا تيوري. جزاكم الله خيرا. نكملهم إن شاء الله المرة الجاية مع بقية الأشكال الهندسية. شكرا.